بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. مسيرة حياة بدأت بحفظ القرآن الكريم كاملاً، فلم يكن أحمد الأخ الأكبر لأخويه محمود وشيماء هو فقط الحافظ للقرآن، بل نشأ الأخوات الثلاثة على ذلك، والفضل يرجع لتلك السيدة التي أفنت حياتها في تربية صغارها بعد وفاة زوجها. أهم حاجة تركيزي كان في بداية الصغر إن هم يكونوا ربنا خصهم بالقرآن، ده اللي كنت بركز عليه. القرآن اللي أنا زرعته بفضل الله سبحانه وتعالى في أولادي، القرآن هو اللي هيقودك للمستقبل اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتبه لك بيده، وإنك بس أهم حاجة ما فيش تقصير، ما فيش إهمال. ما افتكرش إن أحمد يعني حتى لما كان بيمتحن أثناء الثانوية العامة ولا شيماء ولا محمود ما كنتش بقول ركزوا على المذاكرة جامد، الورد أولا وبركة القرآن هي اللي بتطبع في المذاكرة. لم تكتفي بتعليم وتحفيظ صغارها للقرآن الكريم، بل حفظته هي أولا عن ظهر قلب، وواصلت رحلة حياتها في التعليم والتطوير من نفسها لتأسيس أولادها وتنشأتهم تنشأة سليمة. وأنا طبعا في نفس الوقت كنت شغالة برضو في التحفيظ، التحقت بمدرسة صلاح الدين، وبعدها ربنا كرمني وختمت القرآن، وفعلا بعد كده ما اكتفيتش، التحقت بالمعهد الدين الأزهري سنتين، وبعد كده بفضل الله سبحانه وتعالى ما حصلت على معهد القراءات العالية التخصصي. في العشر قراءات كنت برضو بكمل المسيرة في الشغل، كنت بشتغل، كنت عادة كل ما بحفظ ربع كده بحس ان انا ارتقيت، ولما كنت بسمع من أحمد ومحمود وشيماء بحس برقي وبحس بفرحة. لما حضرتك كنت بستمد بقوة الله في أي حاجة بتعب فيها، في أي حاجة وبكون محتاجاها، والله والله من الله سبحانه وتعالى كل حاجة بفضل الله، بفضل الله كانت بتكون معايا. أحمد من أصغر معلم للقرآن الكريم إلى حاصل على بكالوريوس ألسن قسم ألماني وطالب في الدراسات العليا، ومحمود بكلية الشريعة وقانون، وشيماء تدرس بكلية التربية، ليكون الثلاثة فخرا لوالدتهم وثمار تعبها واجتهادها معهم. الحمد لله ربنا أكرمنا بختم القرآن في سن صغير، طبعا الفضل يرجع لله سبحانه وتعالى، ثم إلى والدتي جزاها الله عنا خيرا، كانت لها دور الكبير في حفظ القرآن في سن صغير. بفضل الله أتممت حفظ القرآن في صف الخامس الابتدائي. ده كان يعني بفضل الله رقم قياسي أن أختم القرآن كله أنا في خامسة ابتدائي يعني، وكانت اللي قايمة بالدور ده كله والدتي، الأحكام القرآن أو أحكام التجويد أو المتشابهات أو علوم القرآن أو ما إلى آخره، كانت بتقدر يعني إنها تعمل لي منهج حياة يجمع ما بين التفوق في العلم والدين. يعني كانت صعب تقوم بالدور ده إلا ما تكون أم مثالية فعلا. طبعا فخور بوالدتي لأن اللي عملته ده شيء عظيم جدا، يعني مهما عملنا عمرنا ما هنوفي جمال علينا. نفسي حضرتك ان هم يكونوا قيمه وقمه وقامه في الدنيا، بحيث ان انا يعني اشوف احمد واشوف محمود واشوف شيماء، اشوف كده في عالي مناصب كده في علوم الدين والدنيا. سيده تستحق عن جداره لقب الام المثاليه، فهي فخر واعتزاز ونموذج مشرف لكل امراه مصريه تحدت صعوبات الحياه وأصرت على تنشئة جيل يعرف كتاب الله ويتحلى بحسن الخلق والدين والعلم النافع. نهى حمزة، 90 دقيقة، قناة المحور.